اللقاء معك. لا لا تعجبني، أكره ركلات الترجيح لأنني خسرت 3 مرات بسبب ركلات الترجيح. خالد بس أقول له طبعا أنا واحد من المهاجمين العرب، طبعا من الناس اللي حببونا بكرة القدم، هو من الشخصيات اللي حببونا بكرة القدم وخلونا نعشق كرة القدم. وأنا حصلت على جائزة كان مجهود جماعتنا، صارت من قبل الاتحاد الإيطالي ورئيس أنتر ميلان، جائزة فاكيتي. كنت أتمنى يكون موجود أني أخذ صورة وياه، بس ما كان موجود بالحفل، كان حفل ضخم. لكن نقول له نشكره، كان واحد من المهاجمين اللي يعني كنا نستمتع بكرة القدم وحبيناها من وراء بيليه، من وراء رونالدو، دول الشخصيات حببونا بكرة القدم، ولهذا خلوا عندنا دافع انه نحب كرة القدم ونلعب بها. طبعا اكيد احب اشكره على هذا الشيء. وللعلم احنا لحد الان عندنا مهاجم مهم بالعراق اسمه روبرتو باجي، هو مو اسمه روبرتو باجي بس على موده يحبه نفس شكله، ولحد الان موجود، لحد الان يشبه احمد باجو لاعب منتخب مهاجم. نعم اجى انا رايح اذا اتذكر مره اخذوا الى اخذ صوره ويا بايطاليا ودوا الى بايطاليا. اذا سلم علي من طرفي. ثانك يو، شكرا. ناخذ صوره معك الجماعيه، شكرا جزيلا. احنا دائما ناخذ صوره في المجلس مع ضيوفنا اذا سمحت لنا.